نتخلص ايضا من الحقد في حسم مستقبل ابنائنا ناجح وراسخ، ونعطي مزيد من الفرص لابنائنا حتى لا نضع على قارعه الطريق ناس سميناهم فاشلين وراسبين والى اخره، فان حظهم ما ساعدهم مش في 18 يوم او 20 يوم اللي مش يستطيع فيه الامتحان. لم يمنحهم مجتمعهم فرص افضل او امكانيات احسن. لازم نتحدث عن هذا الموضوع. فهذا الهدف. ومن ثم الهدف الاخر ان نغير بشكل عميق في عمليه القياس. النظام الثانوية العامة الجديد أخذ من وقت الجميع، المجتمع المحلي والتربويين وكافة أطياف المجتمع التفكير الكبير، والآن هو حديث الساعة حيث أن هذا الموضوع يقلق الجميع. فها هو دكتور بصري صالح اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي معنا اليوم، ويجتمع هنا مديري ومديرات المدارس التي تحوي الصف الثاني عشر من مديريتي تربية وتعليم طول كرم وقلقيلية، حتى يتم الشرح باستفاضة من الدكتور بصري حول نظام الثانوية العامة الجديد الذي هو بمثابة تطوير لامتحان الثانوية العامة القديم الذي مضى عليه أكثر من 50 عام، تحديدا 54 عام، فقد آن الأوان حتى يكون هناك نظام ثانوية عامة جديد متطور يفي بأغراض عديدة منها ويهدف إلى أشياء كبيرة ومفيدة للطالب وللأهل وللتربويين بشكل عام. وسيرافق هذا الموضوع أيضا تحديث للمناهج حتى تتناسب مع هذا النظام. أتوقع أنه سيكون هناك ردود فعل إيجابية حين يفهم المجتمع المحلي نظام الثانوية العامة المطور أو الحديث أو الجديد، حيث أن هناك سيكون مرونة في هذا النظام، حيث سيعطي أكثر من فرصة للطالب حتى يتقدم لامتحان الثانوية العامة. فهناك 3 فرص للطالب، أحدها في شهر 6 والآخر في شهر 8 والثالث في شهر 12، كما أن الطالب سيتحرر من القلق والتوتر النفسي الذي يضغط ويضغط أهله في فترة تقديمه لامتحان الثانوية العامة، وأيضا سيتيح له الفرصة لكي يستخدم التكنولوجيا في التسجيل لامتحان الثانوية العامة، وأيضا ظهور النتائج سوف تكون أيضا إلكترونية، بمعنى أن الطالب وحده هو الذي سيحصل على نتيجته ولن يعلم القاصي والداني بنتيجة ابن الجيران يعني بالآخر.